هلا ليا فقرتنا الأخيرة حنحكي على مواقع الاجتماعي، قديش هلا هي ما مهمة؟ تسأليني قديش بمسك الموبايل. قديش بتمسكي موبايلك ما باليوم؟ بعرف، ما بعد هو غلط، بس هو صار رفيقنا، صار مثل يعني متابع بحياتنا اليومية كثير، رفيق الحياة صار. أكيد هلا كنت عم بحكي مع الدكتورة عم بقول لها يعني أول شيء أول ما الواحد يطلع من بيته بيسأل وين موبايلي، أول ما يقعد كمان بده موبايله. بتضيعي إذا ضاع موبايلك. هي هي مشكلة حقيقية. خلينا هلا نتعرف كيف ممكن نستخدمه بس بطريقة إيجابية. انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وأصبح الدخول إليها متاحا وسهلا، مما تسبب الاستخدام المفرط لها في الإصابة بنوع من الإدمان، التي تعتبر حالة مرضية خارجة عن حدود الإرادة. عن الأمراض النفسية والجسدية لمواقع التواصل الاجتماعي حيكون معنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، دكتورة بالإرشاد والتنمية المجتمعية. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة. يعني المجتمع كامل مو بس بسوريا، بكل العالم صار رفيقه الموبايل، صار يحس بشي ضايع منه إذا ضاع منه الموبايل. بالبداية خلينا نحكي عن الحالة، هل عن جد صرنا مدمنين على الموبايل بعيدا عن السوشيال ميديا، هاي الشاشة اللي هي بتاخدك على كل العالم، نحن عن جد صرنا مدمنين عليها؟ هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام شو هي الحالة؟ اكيد كلياتنا ما عم نقدر نعيش بدونه لهذا الموبايل، وما في ساعة عم ياخذ ساعات منيحة من وقتنا. طبعا في تطور، يعني هي التكنولوجيا المتطورة علينا كلياتنا، فما في حدا انه ما عم يستخدمه، حدا عم يستخدمه. بالغالب نحن فتنا بهي القصة وفتنا بهي المتاهة. انما الطريقة كنت عم بحكي انا تحت الهواء انه الطريقة كيف انا استخدمه، يعني انا فيني استخدم ساعات كثير، بس بنفس الوقت الاسلوب انا شو عم بستخدم، عم بقعد 5 ساعات 6 ساعات، شو الشيء اللي عم ساوي بهدول 5 6 ساعات؟ عم انجز، عم بعمل، عم بقرا، عم بعمل ثقافه، شو عم بعمل؟ ولا انا عم بس عم بعمل شات او عم علق او عم بفتح شوف صور، او شو الشيء اللي انا عم ساوي بس مجرد لافتح؟ ففي له مؤشرات نحن لنقول فتنا بحاله مرضيه او حاله ما انا طبيعيه او ادمان. في لها مؤشرات، يعني فينا نقول انه حسب دراسه لعالمه، هي عالمه نفسيه امريكيه، قالت انه اذا بالاسبوع الواحد تعدى 38 ساعة استخدام الموبايل او استخدام الاجهزة الذكية، فنحن فتنا بمرحلة فهي هذا المؤشر، مؤشر خطر بيترافق المضحك المبكي يعني. طبعا طبعا فهو بيترافق مع كتير اشياء. هلا في ناس او في دراسات عفوا حددت ساعات معينة، مثلا مثل الجامعة الأمريكية لطب الأطفال حذرت وقالت إنه عندنا الأطفال ما دون سن 2 ممنوع انه هن يستخدموا الاجهزه الذكيه، العاب الفيديو او حتى مشاهده التلفزيون. هلا يمكن هن بهذا العمر، بعمر الصغير بحطوا لهم الايباد او اي شيء ثاني مشان يسمعوا اغاني، يتعلموا لغه، يعني ياخذوا لهم هيك كم كلمه ليكبروا عليها. وعم نشوف أكيد. كمان اطفال بهذا العمر 2 و3 سنين عم يتعلموا لغه ثانيه من خلال هاي الاجهزه الالكترونيه الحديثه. بس انت اللي عم تقولي الدراسه انه ممنوع قبل. الدراسه ممنوع تمام. بس فيني انه ايه يكون شريكه تعلم مبكر، اني تمام. انا اعلم، لانه اساسا هي الفتره الطفوله المبكره هي فتره كثير اساسيه، حتى لو كانت قبل الخمس سنوات او 3 سنوات اللي نحن بنقول عنها من 3 إلى 6. لا هو حلو نكون شركاء تعلم مبكر، بس الفكره وين؟ الفكره انه انا ممنوع احط شيء بين ايديهم بس لحتى يلعبوا ويشوفوا، يعني اتركهم يتفرجوا على برامج اطفال، او هي مشكله كبيره. بينما من 3 سنين لـ5 سنين انا هون ببلش انه فيك انك تشوف، بس ممنوع ان تشوف تلفزيون، بس ممنوع انك تلعب العاب الفيديوز وتحمل جوال. هون في مشكله بهذا الموضوع. بننتقل للشريحه الثالثه اللي هي من 6 لـ12 سنة. هون معلش انه نحن اذا شفنا ساعتين بس المفترض ما يكون في عنا ألعاب فيديوز، يعني حتى لهذا العمر ممنوع والجوالات. الشريحة الأخيرة اللي هي من 13 لـ18 هي مسموح أنها تلعب نص ساعة فقط، والساعة ونص بيتجزأوا بين مشاهدة التلفزيون. يعني قدين احنا جائرين بحق الأطفال بهي القصص. أحياناً نحن يعني كأمهات أو مربيات تماماً أنه خليه يتفرج، أعطي موبايل، ألعاب، هي الأشياء كتير خطرة. نحن ما بدنا نقول أنه نحن بدنا ننظر ونقول أنه لا ما
ممنوع انك تقرب نهائيا، في شيء عم واكبه الطفل، وفي رفقاته عم بيقولوا له حتى لو كان بالروضه شفت هيك في هي اللعبه في هذا صار البرنامج يعني في شيء نحن مطروق صار على حياتنا مو بارادتنا مفروض. فالمفترض اني انا وعي هذا الطفل وورجيه انه في عندي صح وفي عندي غلط، ولما بدك تتفرج على شيء خليني اكون شريكتك، انا مثلا كأم انا خليني اكون شريكتك. كيف يعني مو معقول احطه على برنامج انا بالاساس ماني شايفته قبله؟ يعني مثلا عندنا برامج اطفال مثل مثلا سبونج بوب فيه كثير ايحاءات جنسيه للاطفال، وما بصير انه يشوفه طفل لوحده، اساسا ممنوع. توم وجيري قد ايه احنا بنشوفه كنا توم اند جيري كله قتله وضربه عم بيركز فكره الذكي والغبي، ما عم بيركز فكره الخير والشر، معناتها القيمه هون تاهت عنه لهذا الطفل. فانا خليني اكون شريكته، اتفرج معه، نتفرج سوا، اقول له ما بالك على الفيديوز يلي بصير لحاله اكثر واكثر. دكتوره خلينا ننتقل الى الكبار. على السوشيال ميديا انستغرام صار في شيء اسمه بلوجرز، صار في شيء اسمه مستخدمين السوشيال ميديا بداعي العمل، بداعي ممكن مشاركة اللايف ستايل مع العالم، ولكن هذا الشيء عم يسبب اكتئاب إلى أكيد. بعض الناس ممكن هاي الناس صارت بدها تتابع حياة مثلا سمر، ليا، دكتورة كل الوقت شو عم يعملوا هلأ شو عم يعملوا صحيح. هلأ ممكن هن ما بقدرتهم يعملوا مثلهم، عم تسبب لهم حالة من الاكتئاب تماما. ممكن حياتهم هي أنقص من الحياة اللي عايشينها. خلينا نحكي عن هالحالة ونفصل بين حالة العمل وحالة الاستعراض يلي هو عم يأثر على المجتمع وخاصة بعمر المراهقة والشباب. تمام، هذا الموضوع كتير بمسني صراحة، لأنه كان مستفيدة من المستفيدات اللي كانت تتردد على مؤسستنا للإرشاد، كانت اللي متاخدة فيه هي صور الأنستا وكل شيء غير طبيعي، والفلتر فلاتر كل شيء غير طبيعي. فهي البنوتة صبية، هي قررت تعمل عملية تجميل، عملت أول عملية تجميل وكانت فاشلة، وهي ما بدها عملية. يعني في ناس مضطرين يعملوا، هي ما بدها، من الشخصيات تمام. اللطيفة والمحببة واللي مو ناقصة شيء، ما عجبتها، عملت عملية تانية تشوهت، أدت للانتحار. فممكن نحن يوصلنا هذا الاكتئاب لهيك قصة نتيجة الجهل، ونتيجة انه الاهل ما عم بيوعوا انه في شيء ما انه طبيعي بهي الصور. خلونا نشوف نحن شو عنا شيء حلو بحياتنا. هلأ هون دور الاهل كتير كبير، ما انه قليل بالمرة، وتأثير الاصدقاء والوسط المحيط ووسائل الاعلام وكل شيء عم ينشر. فالمفترض يكون في شيء مراقب، انا اذا بدي اشوف اختي، بنتي، اخي، مين ما كان، ضل عارفانة شو عم بيشوف وشو عم بيساوي، بدون هذا الاحساس تبع الذنب انه انا مراقبتك، شو ما عملت انا شايفه شو عم تعمل، شايفه شو عم بتساوي، عم شوف المواقع اللي عم تفتحها، مو بهالطريقه، باسلوب طبعا. المصادقه والقرب. ولنضيف شيء للاكتئاب، اسباب الاكتئاب لهلا هي غير معروفه بالشكل القطعي. يعني نحن فينا نتنبأ من كثير مؤشرات وكثير عوارض، بس هي ما لها موجوده بشكل قطعي لليوم. فمنا ممكن يكون تأثير المواد الكيميائية اللي بالدماغ، إذا نقصت فأكيد حتأثر على الاستقبال للشخص، والتأثير حيكون كتير بالغ. منها حيكون الهرمونات، تأثير الهرمونات بالجسم، الاستعداد الوراثي اللي بيكون عند الشخص، إنه هو في بعائلته حدا عنده مشاكل، ممكن يكون حتى عند الطفل نفسه أو عند اليافع، ممكن يكون عنده صعوبات تعلم. ممكن نحن طبيعتنا كعائلة منشوف نص الكاس الفاضي دائما تمام، بيكون عم بيعطوا طاقة سلبية كلهم لبعض كعائلة. بس مثل ما حكيت لي أنه فكرة كتير مهمة، أنه الأشخاص بس عم بيراقبوا بعض، عم بيتمنوا مثلا أنا يا ريت أعيش هاي الحياة، يا ريت أنا بقدر أجيب هذا الشيء، بس بالأعمال الكبيرة. أما أعمار المراهقة هن مثل ما قالت أنه هذا الشيء حيتأثر بشكل سلبي عليهم وعلى طبعا. عائلتهم، وحيصير ردود فعلهم كتير انفعالية حتى مع أهلهم. طيب كمان بهذا العمر، عمر المراهقة، كيف ممكن الأهل يبعدوا أولادهم عن وسائل التواصل الاجتماعي، يقنعوهم بفكرة أنه كل واحد، يعني كل واحد عنده حياة خاصة فيه، كل واحد لازم ينبسط بالشيء الموجود عنده، كتير حلو السؤال، ما يتطلع على حدا غيره. وكيف يعني أنه خلص أنه يحطوا له حد لهذا الشيء، بس مو بطريقة عدوانية بين الأهل والكذا، تكون علاقتهم كتير حلوة، كتير حلو وكتير بحاجته. أنه نحن بدنا نعمل قيمة لهذا اليافع أو الطفل اللي موجود، أنا بدي أعمل له قيمة. إذا ما ركزت على موضوع القيمة يلي عنده والشيء اللي أنا بشوفه حلو فيه، وفعلا هو ما له مبالغ تمام. يعني مو معقولة أنا عزز في شيء وأنا عم كذب عليه كمان كمان هي مصيبة تانية. لأنه ففيني أنا شوف شو النقاط الإيجابية فيه، ساعده على أنه هو ينميها ويشتغل عليها، وإدمجه مع
أقرانه بوسط حقيقي، يعني مفروض الوسط أكيد الافتراضي، إنما بدنا شيء حقيقي. شو عندك أنشطة؟ شو فيك تساوي أنشطة؟ بتلاقي حالك فيها رياضة، ركوب خيل، سباحة. طيب في ناس حتيجي تقلنا معلش في وضع اقتصادي متردي، أنا ما بقدر سجل بنادي، بس أنا عندي شيء أعمله. تمام. فينك هلأ كتير ناس انطلقت عبر الانترنت لتعمل شيء خاص لإلها، من عبر القنوات، من عبر الفيديوهات، من عبر كتير أشياء فيها تساويها. وكمان في شغلة، في مسابقات موجودة على طول من وزارة التربية لغير وزارات، في مسابقات شغلات تطوعية وشغلات مجانية فينا ندخل فيها. نحن مهمتنا بس نبحث عن وين في اشياء لحتى نعزز مواهب اطفالنا ونقويهم بهي النقطه ونصادقهم. في عندنا مشكله انه انا بقعد مثلا اليافع فتره طويله، كيف بدي انا ساعده عنه يتخلص من هي القصه؟ اني انا بقلص تدريجيا، ما فيني اقول له فورا ممنوع، وما فيني احط قيود صارمه لانه بصير بده اصلا يذاكر. دكتوره قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي بموضوع ايجابي بالسوشيال ميديا. عم نشوف ابلكيشنات بالموبايل او ان كان على الفيسبوك او الانستغرام والى وغيرها وغيراتها، كتير صار في مواقع هي عمل، إن كان بتوصيل أوردرات طلبات للناس، إن كان أكيد. تاكسي، إن كان عمل إضافي إلى العمل يلي مرافقه، يمكن عنده وظيفة الصبح وبعد الظهر بيشتغل عمل إضافي. عم نشوفها كتير حلوة أكيد. عم نشوف شباب عم يشتغلوا عم يستفيدوا بشي سهل وسريع، هو يمكن بثواني أو دقائق صار بتكبسي زرين بتختصر الوقت. خلينا نحكي عن اختصار الوقت والاستفادة من فرص عمل. نحن اليوم بحاجة للعمل من خلال الانترنت والسوشيال ميديا. كتير كتير ضروري انه نحن نستفيد من هذا الشيء. كيف؟ انه احيانا اغلبنا بيكون داخل مجالات هو ما بيحبها، هو دخلها بس هي لانها انفرضت عليه او هذا تحصيله كان العلمي. فينه يمارس الشيء الثاني اللي بيحبه عن طريق الانترنت. يعني صار هذا الشيء متاح وبكل بساطة، وحيكون سعيد لأنه هو حقق تحصيل وبنفس الوقت عم يمارس شيء بحبه. يعني أنا بكون كتير سعيدة لما في عنا أطفال أو يافعين بيكونوا عم يمارسوا عملية البحث على الانترنت عن موضوع معين وبياخد منهم وقت. يعني نحن لصرنا جامعيين لنعمل حلقات البحث، هن وأطفال ويافعين عم يشتغلوا وعم بيطلعوا مواد وعم بيزبطوا دراسات، يعني مواضيع نحن تأخرنا بالانتباه لها بحرفيتها وبدقتها، بينما الموضوع بالنسبة للأطفال ويافعين كتير حلو انه نحن نعززه. كتير حلو نشجع الناس انه ايه في شيء ايجابي، مثل ما في شيء سلبي في شيء ايجابي اكيد، بس هذا متوقف على استخدامه للشخص. انا شو فيني استخدمه؟ فيني استخدم 10 ساعات بس انا عم انجز وانا ما بتأثر، يعني بطلع من وسائل التواصل انا لساتني بحماسي وبنشاطي وبطبيعتي، ولا عم برجع انا بس اطلع عم بتضايق لاني عم شوف صور وعم شوف اشياء وما عم بقدر احقق اشياء كتير بدي اياها. فهذا المؤشر كتير ضروري، اذا بدنا نعرف حالنا بصحة نفسية سليمة وعقلية بنشوف حالنا لما نسكر هاي الوسائل كيف نحنا. يا ترى نحنا حتى بالليل من في مشان نفتح انترنت نومنا أرق شيء لحتى نعرف شو صار بآخر الأخبار؟ كل هاي الأشياء كلها ياتها بتأثر. فعمليا نحنا في عنا كتير شيء إيجابي وحلو، وحلو إنه نعززه ونساعد حتى ساعد أطفالنا إنه هن يطلعوا مواهبهم، وحتى الناس اللي هي عم تشتغل إنه يكون هاي الوسيلة عم توصلك لبلدان أسرع، لوسط لأنحاء العالم ممكن توصلك، وفي كتير ناس أثبتوا جدارتهم بهذا المجال، فليش لا؟ تمام. أكيد دكتورة بعد هالمعلومات القيمة والحلوة كتير اللي أعطيتينا إياها بكون لهون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. أكيد متشكرك، متشكر كل معلومة حكيتينا إياها، ومنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لكم، مرسي لوقتكم.